أعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة واجبة على كل من يعني يتصدى في هذا المجلس أو في هذا المكان، توجيه من يستمع إلى مقالته ليعمل بهذه النصيحة. الإيمان النصيحة لله، هو الإيمان بالله، أن تؤمن به وبصفاته وبأسمائه وبألوهيته وبربوبيته وبرسوله صلى الله عليه وسلم، أن تتبع سنته ولا تخالفها ولا تبتدع، وبعامة المسلمين يعني أن تحب لهم ما تحب لنفسك، هذا هو المقصود الآن. وبأئمة المسلمين، أئمة المسلمين هو واجب طاعتهم والسمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازعهم فيما هم فيه، وأن نقوم بتأييدهم والدعاء لهم والنصح لهم، وأن نعمل بقدر مستطاعنا فيما يؤيدهم، وأن ندافع عنهم، وكذلك أيضا نقوم بنصيحة شعبهم حتى يكونوا طائعين مستمعين لهم، هذا هو الواجب. وأن نحترم أنظمتهم وقواعدهم التي أسسوها لنفع العباد والبلاد، فهذه هي نصيحة لولاة المسلمين.